في حد بيلاعب اتحاد الكوره معروف اللي هو حد. ايوه ده معروف. انا مش عايز اقول بقى مش محمد معروف. معروف لا في اي معروف تاني قصه تانية بتلعب مع اتحاد الكوره طبعا لعبه. طب اين دور اتحاد كره القدم واين يعني زي ما حضرتك بتقول هل اتحاد كره القدم لا هل اتحاد زيزو راح خالص هل اتحاد كره القدم يا استاذ سامي منقسم على كلاتنبرج؟ يعني هل هناك جبهه للكابتن حازم امام وهل هناك جبهه اخرى ضد الكابتن واضح او ضد واضح جدا واضح جدا هذا الكلام وده للاسف يعني. وانا بستغرب برضو تصريحات علام ورابط الانديه في تصريحات متضاربه كتير قوي حول الرجل ومهام التحكيم وصلاحيات التحكيم. يعني استاذ جمال احنا في حاله مثريه بالنسبه للتحكيم وده عنصر مهم في اداره كره القدم رقم واحد. لا وبالظبط سامي كمان في نقطه برضو بعد اذنك انت بتقول انت جايب كلاتنبرج بهدف في اطار ايوه في هدف معين انت عايز تضغط زي ما بتقول بمستوى التحكيم. وعلى فكره قال هو في شغل بتعمل في شغل بتعمل في المباراه هل هو خد وقته؟ مش هياخد وقته ما خدش وقته خد ايوه بيتعمل شغل دلوقتي. انا اتوقع التحامات التحامات وحاجات الحكم في حاجات بدات تعدي صحيح عنده تعليمات صحيح. ان هو استاذ جمال انا اتوقع رحيله خلال شهر بكتير. يبقى احنا بنهزر بقى هو دلوقتي الراجل هيقع في الكمين المرسوم له هنذكر شهر ده والله بجد يعني شهر ايه ده يعني. طيب خليني بس اقول ان كاس العالم على طول هو هيروح يحلل فطالب شهر اجازه بدون مرتب فعلا دي هتبقى اول تنشين عليه. الجزء الثاني هناك من يلعب لعبه مش انا مشيت من الكره المصريه طب انا هوريكم بالاضافه الى ان برضو الاتحاد الذي جاء ليحكم كره القدم لا عايز يعني يستعين بمحترفين حقيقيين عشان يبقوا التواصل. يا جماعه هم ما يعرفوش يكلموا مين عشان ايه وما حدش يزعل فعلا ما يعرفوش يكلموا مين عشان ايه ما حدش معاه تليفون دايركت لمسؤول في الكاف عشان يقول لها كريستين انا جمال فيقول لها مستر جمال يلا بينا نتقابل شمال يمين ما فيش التواصل ده مش موجود. بس عنده يا استاذ عصام وسائل شرعيه للتواصل مين ما هو بقى هي الدايره مقفوله بقى ما عندكش الا ده لسه كنت بقول لك في جواب كان هيتكتب ناجل المباراه اليوم 32 ممكن يبيع الجواب ويتحرق يعني يوم 32 دي يوم 32 اللي هو يومين